إنها ليست كلية فقط، هي ميدان العمل. إنها ليست دراسة على الورق، ليست حفظ قوانين أو تلقي معلومات. أنت تمارس مهنتك في صفوف الدراسة، نجلب موانئ العالم، خطوط الملاحة، السفن العملاقة. حقول النفط والغاز بين يديك، رحلتك هنا لن تكون سهلة، ولكنها تحدي ممتع. فإن كنت تحب المغامرة وملتزماً بالنجاح، فحتماً هذا مكانك. كلية عمان البحرية الدولية.